بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بمشاهديني الاعزاء، ازي حضراتكم؟ قبل بداية الكلام نصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وابدا معاكم يوم كده او حاجة. النهاردة نزلنا فيديو في محتوى سابق لحضراتكم كان عن ازاي بنستخدم منشطات للزرع. طبعا ما كانش في حاجه اسمها منشطات ولا حاجه، بس قلنا على نوع الاسمده والحاجات الطبيعيه الاورجانيك اللي بنستخدمها للنبات في اخر الفيديو. فاحد المتابعين الاعزاء قال انت منزل لنا فيديو 16 دقيقه وقلت على الحاجه على عجاله. فانا كنت نزلت فيديو سابق في شرح مكونات الاسمده وازاي تكونها، لو حضراتكم عايزين تتابعوها ممكن تشوفوها قبل كده. والنهارده هوريكم ازاي انا بستخدم مجموعه الاسمده الاورجانيك او الحاجات الطبيعيه اللي انا مكونها مع بعض، وبستخدمها للنبات ازاي عشان تحقق لي النتائج اللي حضراتكم شايفينها دي. في الخلف كده النبات بتاعي زي ما انتم حضراتكم شايفين، الصدر ورا النبات اهوت، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبات ورانا كده بالمنظر ده كده من فوق. فهنوريكم دلوقتي ازاي انا بكون نبات، بكون السماد وبستخدمه والنسب اللي فيه قد ايه بالظبط. اتفضلوا معايا. طبعا انا عندي تلات عبوات بستخدم فيهم للري النبات. بستعمل الرايه ديت ريه غمر للنبات لحضراتكم اللي يعرف طبعا كلمه غمر يعني ايه. ده محلول الكمبوست او شاي كومبوست او منقوع زرع الحمام، كانت بل في علبة أبوة زي دي كده اهوت لمدة 6 أيام. ده جاهز لمرحلة تانية بعد كده إن شاء الله اهوت، نستخدمه بس مش المرحلة دي اهو. خففناه العبوة دي كده برميل صغير وليكن ساعته 7 لتر، طبعا المغطية عشان ياخدوا تخمر لا هوائي للعبوة اللي عندي عشان تتكون كائنات المحللة عشان أقدر النبات يستفاد منها. طيب انا عندي ايه ثلاث مكونات الرئيسيه اللي انا هستخدمهم للسماد اللي حضراتكم منتظرين اللي عامل المستوى الخضار والنمو الخضري لهذا النبات والاسمار اللي موجود فيه الزرع بالسطح ده كده. نشوف اول مكون. انا عندي سماد الكمبوست او شاي الكمبوست او زرع الحمام اهوت، حضراتكم شايفينه، باخد عبوتين منهم. ده واحد، دي كائنات محللة ويستخدم كل 15 يوم، من 10 ل 15 يوم ممكن اسمد بيه التربة وبتدي مفعول كويس جدا للنبات. طيب تاني مكون بعمله، تاني مكون اهوت عندي ده محلول الخميرة بالعسل منقوع لمدة يعني مثلا يوم بحاله، على يعد عليها يوم عشان الكائنات المتحللة اللي هي تكونت نتيجة التخمر بتاعة الخميرة واضافة العسل، العسل او السكر الاسود، وبلاش السكر الابيض زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق عشان بيبقى معالج كيميائيا فممكن يقتل الكائنات المحلله اللي انت عايزها تتكون. طيب انا دلوقتي جبت شاي كومبوست، هضيف عليه ايه عشان اكون سماد يعني يدي نتيجه بشكل كبير جدا؟ هضيف عليه محلول الخميره بالعسل الاسود او بالسكر عادي، ادي كمان عبوه وكمان ابو، اصبح عندي 2 كومبوست، 2 خميرة، وعندي ده المية التالتة ما فيهاش لا كومبوست ولا فيها خميرة. امال فيها ايه؟ فيها فضلات حضراتكم شفتوا في المية، مية عادية خالص فيها فضلات المطبخ بتاعتي بتاع الاكل، قشر الموز، بقايا التفاح، طماطم زي ما انتم شايفين، قشر بصل، جزر، كل ده بقايا النبات منقوعه لمده اسبوع. اسبوع هكمل بيها الدورق بتاعي او العبوه بتاعتي. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، محتاج كمان حبه، مفيش مشكله عندك، ده ما يزيد نسبته تزيد شويه ماشي عشان ما ارفعش حموضه التربه باستخدام المغذيات التانيه. طبعا التسميد مطلوب بس ما يزيدش عن القدر المناسب. نشوف هنستخدمه ازاي للنباتات بتاعتنا. مثلا ناخد ركن مثلا وليكن
اهو عايزين نسمد البلاي كبيري اللي عندنا ده. حضراتكم عارفين التوت الاسود ده عملنا عنه حلقه مخصوص بلاي كبيري. اهو عندنا النحل، اهو عندنا نحل بيمتص رحيق الازهار. عندي شليه زي ديت عبوتها وليكن ده مثلا، ده عبوه صفيحه بتاع جبنه، وهنعمل حلقه ان شاء الله عن العبوات وساعه كل عبوه والساعه المناسبه لكل نبات. هنروي اهوت، والعبوه دي تاخد قد ايه ووقت الري والفواصل بتاع الري، ان شاء الله نعمل لها بردك حلقه تانية. طيب لقيته محتاج لسه، لان انا بقول هروي ري غمر، هروي ري غمر هتوصل لاخر العبوه تحت، عبوه تانية جنبها. بعد كده انا في الري القادمه ان شاء الله بعد ما احس ان التربه محتاجه تتروى، واقول لكم بعد كده ان شاء الله في فيديو جاي ازاي تعرف ان التربه بتاعتك خلاص هي كده محتاجه للري، لان ما ينفعش يبقى ميعاد محدد لكل الزراعات وكل الاواني وكل انواع التربه ميعاد محدد. واحد بيسالني يقول لي اروي كل قد ايه، ما ينفعش نقول اروي كل قد ايه، نعمل فيديو ان شاء الله تفصيلي عن الموضوع ده ازاي تعرف، ونكون لكم تربه قدامكم وتعرفوا الفرق ما بين ده وده. ده بالنسبه لاستخدام، عفوا بس عشان انا اللي بصور، استخدام المحلول اللي انا شرحته في مره سابقه عشان نوصل لمرحله من النمو الخضري بهذا المنظر و امتدادات للنباتات كده بالمنظر ده. يبقى كوننا عندنا سائل يشبه المنشط الطبيعي او هرمون طبيعي للنبات يديني سمار ونموات خضريه بهذا المنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه. اتمنى ان يكون محتوى الفيديو ده افاد حد من حضراتكم، وصدقني مش هتندم لو استخدمت المحلول اللي انا قلت عليه، الثلاث مكونات مع بعض هيدوا لك نتيجة فعالة جدا 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 بشكل كبير، بشكل كبير جدا جدا، نتيجة مش هتتخيلها ولا عمرك هتتخيل ان انت عندك زرع بالجودة دي ولا بالمنظر الجميل ده. تمام؟ واتمنى ان تكون الصورة وصلت لحضراتكم تمام، ونلتقي في فيديو قادم. ولو انت حضرتك شايف المحتوى ده ان شاء الله كده ينفعك او ينفع غيرك، ما تحرمناش من الاشتراك بتاع حضرتك وتفعل زر الجرس وتدوس سبسكرايب عشان نوصل المحتوى بتاعنا نستفيد بيه، اكبر عدد من المستفيدين يستفادوا بهذا المحتوى وننشر الفكره دي ما بين الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.